الجماهير الحاضرة في المدرجات من أجل أن نشاهد ومن أجل أن يشاهد المشاهد خلف الشاشات لقنوات الكاس. الله، يا لها من قذيفة من مهنة شاهين أطلقها في الدقيقة 18 معلنا عن أول أهداف هذه البطولة. خرافي يا مهنة شاهين، خرافي يا مهنة شاهين، ما شاء الله تبارك الله. ما هذه الطلقة، ما هذه القذيفة التصويبة التي استقرت في 90 وعلى الأول، ولكن 1-0 أعلنها فريق أم صلال، وأعلنها اللاعب مهنة شاهين بأنه في الأسبقية، بأنه في المقدمة في هذه الأمس. يرسل كرة أمامية، يا سلام يا سلام، خرج في توقيت غير مناسب وأتى هدف الرد والتعديل لمصلحة الشحانية. يعودون في هذه المباراة سريعا 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 عن طريق اللاعب علي الهتمي، وضعهم في العودة، وضعهم إلى نقطة البداية في الدقيقة 21، يسجل الرقم 14 هدف التعديل لمصلحة الشحانية، هدف التعديل لمصلحة الشحانية. علي الهتمي بتشكيلة وأسماء الفريقين في هذه المباراة، في تشكيلة وأسماء فريق لكن هذه محمد. قبل التذكير بتشكيلة وأسماء الفريقين، هنا يذكرنا محمد فارس من اتفق الإخوة في الاستديو التحليلي على أنه أفضل لاعب في الشوط الأول، يسجل هدف ثاني لمصلحة الشحانية في الدقيقة 28 من أحداث ومجريات هذه المباراة. يسجل الشحانية ثاني أهدافه عن طريق اللاعب محمد فارس. إلى فريق الوجبة وفريق المائدة، هذه الأفرقة الأربعة في المجموعة الأولى. المجموعة الثانية التي تضم فريق مدينة خليفة، فريق الرميلة، وهذه محاولة الآن. الله الله الله، هدف العودة يأتي من خليفة محمد، هدف العودة يأتي من خليفة محمد ويسجل ويدون الآن في الدقيقة 37. يسجل خليفة محمد هدف العودة والتعديل لمصلحة فريق أم صلال. يعودون مرة أخرى في هذا اللقاء، 4 أهداف تسجل، 4 أهداف تحضر وتسجل في المباراة الأولى من الليلة الافتتاحية. خليفة محمد هو الذي يكون في أيضا منتهى السعادة لأنه يشاهد أجواء رمضانية، يشاهد مباريات في منتهى الروعة. 4 أهداف حضرت في لقاء أول وأيضا لقاءين آخرين هنا. ذياب الشماري يسجل هدفا ثالث، تتقدم يا فريق أم صلال، نحن نتقدم، تعادل يا أم صلال، نحن نتقدم. الله على هذا اللقاء. الدقيقة 39، ما يمدينا نتحدث عن هدف خليفة محمد، إلا حضر إلا سجل. الله على هدف عن فريق أم صلال، يحتاج لحكم اللقاء، يحتاج على حكم اللقاء دائما في الأخطاء، وعندما يتوقف اللعب لأن فريقه يتأخر بالتالي يتمنى بأن يعود في كل اللحظات. وهذه الله يقتلون أحلام أم صلال، فريق الشحانية بهدف جميل جميل جميل، يسجلون 4 أهداف. يا سلام، بخارج القدم على الطائر وكأنها لمست العارضة وسكنت في شباك. يا سلام على كرة وعلى